خير، انا مهندس فادي ريجنال مانجر شركه نيو سوفت. احنا اتشرفنا بوجودنا في وحضورنا طبعا مؤتمر عين شمس من اعرق الجامعات الموجوده في مصر. بي سي او عامله تنظيم رائع للمؤتمر. نحب دايما نشارك في المؤتمرات العلميه الموجوده في مصر، واحنا كشركه نيو سوفت لاننا كمان عندنا خلفيه جامعات بنحب ان احنا دايما نشارك في الصرح العلمي اللي موجود في مصر، وبنحب ان احنا دايما نصغي ونحاول نشارك بالعلم اللي عندنا كمان للوطن العربي كله. نيو سوفت هي شركه نورث ايست يونيفرسيتي، هي بيزد على مجموعه جامعات، وطبعا هي شركة ضخمة جدا، هي شركة صينية ومصنع صيني، وعندنا مجموعة من المنتجات معظمها بيتركز في الراديولوجي، الترا ساوند، بات سي تي، سي تي من اول 16 لحد ال 512 مع اختلاف انواعه. وعندنا التكنولوجي بتاعت السبكترال ايمجنج، بات سي تي موجود، عندنا ال واي اس او، عندنا البي جي او، عندنا رينج محترم جدا من الام ار اي، عندنا 16 سلايس، عندنا 24 سوري عندنا 16 شانل، عندنا 24 شانل. طبعا كل الاجهزه بتاعتنا ايد بالاي اي، لان احنا كمان لاننا شركه سوفت وير، وعندنا تقريبا بنسيطر على 85% من سوق السوفت وير في الصين. فاحنا عندنا تميز جدا في حته الاي اي، وازاي نستخدم الاي اي في البوزيشننج، وفي ازاي نايد نعمل ايد دايجنوستكس في السوفت وير عندنا. فدي حته مميزه جدا عند نيو سوفت. وطبعا احنا اتشرفنا جدا بوجودنا مع الدكاتره والاساتذه هنا، ويعني مبسوطين، وان شاء الله نيجي السنه الجايه.